بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل جدول من هوم نوتيشن. هقول له انا عايز تيبل، فيبدا يقول لي شكل التيبل اللي انت عايزه، تيبل ستايل. فتقدر تدخل هنا وتحدد الشكل والتكست. ممكن الشكل دوت، تمام، زي ما انت عايز. المحاذاة لليمين للشمال لفوق تحت زي ما انت عايز. الفورمات تقدر تختار الفورمات اللي انت عايزه، تمام. بوينت تكست زي ما انت عايز، ده بالشكل اللي انت عايزه، بحيث ممكن اوتوماتيك يخلي كل التكست مثلا ابر، حتى لو انت عامله لور كيس ويخليه ابر كيس. المقاس بتاع الخلايا اللي هنا برضو التكست تقدر تتحكم فيه. هل انت عايز تكست مثلا دي التكست اللي موجودة هنا، ممكن تدخل فيها تعدل زي ما انت عايز، تعمل تكست جديد، تقول مثلا نيو، وتبدأ تختار الفونت اللي انت عايزه والسايز اللي انت عايزه والتأثير. يعني مثلا ممكن تقلب الكلام بالشكل دوت. بعد كده الحدود بتاعت الجدول هتبقى عاملة ازاي. ممكن تقول له انا مش عايز حدود خالص، عايز حدود، عايز الحدود اللي جوه بس هي اللي تبقى ظاهره، اللي بره ما يظهرش. بعد كده تختار ان انت تعمل الجدول فاضي او ان انت تختاره من جدول اكسل. طبعا لو جدول اكسل خلاص انت محكوم بعدد صفوف وعدد الاعمده. تيجي هنا وتقول له انا عايز جدول جديد، فهيبدأ يفتح لي مكان اقدر اجيب منه الجدول الاكسل اللي هربط بيه. تمام، بتقول له هنا عايز اختار جدول اكسل. فتقدر تيجي هنا تقول له انا عايز مثلا جدول اكسل دوت، اي جدول اكسل هتربطه، وتقول له اوبن، هو يبدأ يربطه ويبدأ يجهزه بحيث ان هو ينزل عندي هنا في جدول الاوتوكاد، ولما اي تعديل هيتعدل اوتوماتيك في الاوتوكاد. بيبدأ يديني المسار هوت اللي هيحمل منه ملف الاكسل، وبيقول لي انت عايز تاخد الجدول كله ولا عايز شيت معين، تمام، او عايز جزء معين من الجدول الاكسل. يعني ممكن تاخد مثلا اول 4 سطور مثلا، تمام، لينك تو رينج. فاجي دلوقتي اقول له اوكي، تمام. انا المفروض اقول له لو الرينج ابدا اكتب له الارقام الخليه اللي انا عايزها، تمام. دلوقتي هقول له انا عايز اربط مع الجدول دوت، واقول له اوكي، فيبدا ياخد هو الجدول دوت، واقول له اوكي، يروح محمل الجدول. طيب لو انا عايز جدول جديد بقول له تيبل، واقول له ستارت فروم امتي تيبل، وبعد كده احدد بقى هل انا عايز عدد معين ولا انا عايز عدد معين، خليها مثلا 5 وده خليه مثلا 4. وبيقول لي اول واحد هنا ده هيبقى عبارة عن تايتل ولا هيدر بالشكل دوت، وده طبعا هيبقى داتا على سبيل المثال بالشكل دوت، او ممكن تخلي ده التايتل اسم الجدول، وبعد كده اللي تحتيه يبقى هيدر، تكتب كل عمود هنا بيساوي ايه، وبعد كده بتقول له اوكي، وتبدأ تعمل له امبورت، وتبدأ بقى تكتب الجدول زي ما انت عايز. ده احسن بكتير ما الناس بتعمل خطوط وكلام، بتلاقي الموضوع صعب جدا والتعديل صعب جدا، انما لما يكون جدول بالشكل دوت بيبقى سهل جدا التعديل عليه.